وخلال اجتماع لمجلس الوزراء استعرضت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع مؤشرات أداء الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2021 وكذلك مستهدفات القطاع العام لعام 2022. أشارت وزيرة الصناعة إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لتسجل 32 مليار دولار بنهاية عام 2021 بمعدل نمو يبلغ 26.3%، وهو رقم يتحقق للمرة الأولى تاريخيا متخطيا متوسط قيمة الصادرات المصرية السنوية خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2020. وأوضحت وزيرة الصناعة أن معدلات التصدير شهدت تناميا ملحوظا في 12 قطاعا والتي استحوذت على 90% من إجمالي هيكل الصادرات غير البترولية. من جانبه أشار وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا إلى ارتفاع الصادرات البترولية خلال عام 2021 لتتجاوز 10 مليارات دولار.